الجهة اليمنى وصلت إلى أيمن حسين، خطيرة، الله. عندما نتحدث عن الأهداف فإن ابن كركوك يسجل، نعم أيمن حسين يسجل رابع أهداف هذا الموسم وأول أهداف اللقاء، يفعلها ابن العراقي ابن كركوك، يفعل هذا الأمر. الكرة التي أتت بلمسة واحدة، بلمسة واحدة خذها وبعد ذلك سدد بالرجل اليسرى في مرمى فهد، معلنا عن أول أهداف المرخية. نعم نعم نعم، كانوا يتحدثون عن خطورته.